Yo, yeah, yeah. Yeah. Oh, yeah, yeah. Yo, there is السلام عليكم, مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو هذا الفيديو, هادو هما افضل كومونتير في الفيديو اللي داز. يا ايامي غي والليلي مغني لك وغني لي شويه فهمي نسيني راه ما كاينش لي واسيني مريض دوايا انت زاري راه النور يدوزو لي حرين راه صحابي عطاوني فطاري راه صحابي عطاوني فطاري. قبل ان شاء الله عندنا واحد الكونسيبت اللي درناه في لاشين ديالنا جوج مرات وعجبكم. المره الاولى درنا يوم كامل باللون الاحمر, المره الثانيه باللون الابيض, واليوم غنديروا اللون اللي نتوما طلبتوه مني واللي هو الاسود. كما كتعرفوا هذا اللون شويه صعيب حيت ما كاينينش الحوايج اللي فيهم اللون كحال ولا الماكله اللي فيها اللون كحال قلال بزاف, وكنا غنحاولوا نقلبوا عليهم بطبيعه الحال. ما غنستعملوش ملون غذائي كما قلت لكم. الفيديو اللي داز قلت لكم وصلوا ل 500 جيم وصلتوها في ساعه, لهذا الفيديو بغينا نوصلوه ل 1000 جيم قبل ما 24 ساعه. نعاود عليه قبل ما نبداو, اللي باقي ما عرفوش معنا يبغى يتابعونا دابا, وانتم كتابوناو اكتيفيو لك لوش او لا فعلوا الجرس بس تركوا نوتيفيكاسيون كل مره نحدا فيديو وتفرجوا فيه. هضروا الكومونتير كتبوا لي شنو بغيتوا تشوفوا في الفيديوهات الجايين في لاشين ديالنا, هضروا الكومونتير كتبوا دابا. وهادشي اللي كاين بلا ما نطول عليكم بزاف, غنفكروا شنو غنديروا الفطور هو الاول وعاد موراها نشوفوا شنو غنديروا. في الفطور فكرت ندير بانكيك ولكن خصني ملون غذائي, ما غنستعملش ملون غذائي, لهذا غنستعمل مع واحد الحاجه انتم غتشوفوها. اوكي الدراري, حنا دابا في الكوزينه. الفطور غنطيب فيه البانكيك وغندير معاه نسكافي باش يجي اللون ديالو كحل. ما عرفتش واش الخطه مزيانه ولا لا, ما عرفتش حيت ما لقيتش شي حاجه اللي غنديرها معاه باش اللون يجي كحل. لهذا غندير البانكيك, غنحط معاه شي شوكولات شي حاجه, وهكا نكونوا درنا فطور كامل كحل. لا نطول عليكم بزاف, يلا نمشيو نبريباريو البانكيك ديالنا. اخويا كما كتشوفوا هنا عندنا الطحين جوج بيضات وهاي النسكافيه اللي غندير معاه, ونتمنى تكون هاد الخطه مزيانه نجربوها. اخويا نبداو شويه الطحين, ما عرفتش شحال العبار. صافي فوالا, هادشي مزيان. غنديرو معاه جوج بيضات, هانتوما هنا جوج معالق سنيده. اذا دابا نشدو هاد الخليط ونعصروه. دابا خوتي نجيبو فوكس نسكافي هانتوما كيما كتشوفو جا شويه قهوي, ولكن غنزيد مع الشوكولاته. دابا كملنا البانكيك, بقى لنا غير نطيبوه. كنتمنى يجي مزيان, واخا جا شويه اللون ديالو قهوي, ولكن في الاخر غادي نغطيه بالشوكولاته. نتمنوا يجي اللون كحل يا ربي بلا ما نضيعوا في هادشي كامل. هما كيجاو هادو جوج الاولين, صراحه اخوتي ما عجبنيش البانكيك حيت جا فيه اللون قهوي, وهو كاين شويه الكحل ولكن اللون القهوي غالب. صراحه ما عجبنيش كاع, با دو شو ما عجبنيش كاع بمره. شريت من الحانوت واحد الحلاوي غناكلهم, اش غندير ما عندي ما ندير. خديت اوريو ولكن خصني نحيد منو داك البيض من الداخل, وخديت واحد الحلوى اخرى. هاو الاوريو على البانكيك ما عجبنيش بزاف, نحلو اوريو ديالنا. هانتو ماشي هادي حتى هي. عندي هاد الحلوى هادي اللي اللون ديالها كحل, حطوها هكا الفوق
الاوريو بحال هكا. انتما الدراري كما كتشوفوا يعني تقريبا هادشي الفوقاني لون كحل ولتحت القهوي مي با غاف ماشي لو هادشي. والخوت ها هو الفطور ديالنا. شوف اول فطور ديالنا دابا غندوقو هادشي. واخا ما جاش كامل كحل غير فوق اللي كحل تحت كان قهوي اوكي ماشي مشكل. اول حاجه تنقيت على هادشي من ناحيه اللون نعطيه صال 10 حيت ماشي كحل نيت. كنوع عندكم في الغداء يكون شي غداء ان شاء الله يكون في اللون كحل بلو علينا صافي. ما نقولش لكم واعر بزاف وما نقولش لكم خايب يعني شويه زوين. اوريو هو اللي كيزينو بصراحه. سمحوا لي ما جاش اللون ديالو كحل مزيان. البانكيك جا اللون ديالو قهوي جات معاه الشوكولاط وقود الحرام قهوي. كنوعدكم في الغداء ان شاء الله غندير شي حاجه تكون 100% اللون كحل. ما علينا دابا غنتسناو حتى توصل الوحده ولا الجوج بقيت الغداء وعاد نفكروا واش غنديروا الغداء. المهم اخوتي لقيتوني غادي نتغدى شي حاجه من السوبر مارشي في اللون الكحل باش نتغداو بها. كما كتعرفوا اللون الكحل راه من اصعب الالوان يعني راه قلبت حدانا وما لقيت حتى حاجه ودابا غنمشي للسوبر مارشي بعيد علينا شويه باش غنتقداو شي حاجه. فكرت ناخذ شي تشيبس اللون الكحل الا كانت وغنشريو واحد المنتوج اخر في الكحل. خليكم معايا الا لقيتو. اوكي ديري احنا وصلنا للدار وصراحه ما لقيتش شي حاجه اللي لونك حل. راه لونك حل اصعب حاجه. لقيت هنا ماكس بابا هادي و جوردانير. اكثر حاجه عصبتني وما لقيتهاش هي التشيبس في اللون الكحل حيت شفت فيديوهات وكتباع وكاينه ولكن ما لقيتهاش. واضطريت نجيب هادي اللي عارفين ان اللون ديالها ماشي كحل من الداخل لكن كومام شويه. دابا هاد دانيت نحلوهم وندير لهم اللعيبه. ودابا نبداو ندقو دانيت كي داير. المذاق ديالو عجبني بزاف. ودابا غندوزو لهاد مارس. هادي المذاق ديالها باين يعني معروفة. عادية صراحة اخوتي ما عندي من ندير والله حتى حاولت درت المجهود ديالي ساعات غرب الله راه ما لقيتش التشيبس كحله. قبلوا علينا صافي والله. صراحة اخوتي هاد الغداء شوية ناقص يعني ما كيشبعش مزيان. غنحاول العشاء ندير فيه شي كمية كبيرة باش نشبع حيت دابا باقي فيه الجوع وباقي تقريبا شي 4 سوايع ولا 5 على العشاء. لهذا معنا الا نتسناو وغنتسنى وقت العشاء. باش تعرفوا باللي دابا راه وقت العشاء يعني تنتعشى ان شاء الله في العشاء وكما وعدتكم غتكون شي حاجه سبيسيال واللون 100% كحل. لهذا في العشاء غيكون عندنا هنا عندنا الدنجال وغنصايبو بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف انتم غتشوفوها. وهنا عندنا البرقوق كما كتعرفوا اللون ديالو كحل. هذه هي الفاكهه الوحيده اللي لقيت في اللون الكحل. لو كنتو عارفين شي فاكهه اخرى في اللون الكحل كتبوها ليا في الكومونتير. ودابا انا كنتسنى الروز يطيب. بلا شك كتسائلوا الروز اللون ديالو ابيض لا غندير معاه الشوكولاط بزاف ديال الشوكولاط باش يولي اللون ديالو كحل. Thank you.
اوكي داري اخيرا كملنا العشاء والحمد لله كما تشوفوا حال 100% حيت الفطور صراحه كانت تقول في تقريبا خايبه كنت صحابنا عجينك حال الساعه جات تقريبا نص وكحال نص قهوي ما علينا دابا غنبداو بالروز اللي معاه الشوكولا وندوقوه وشوفوا كي جا احسن حاجه كثرت في الشوكولا احسن حاجه جواع هانتم اخوان كملت وعجبني الشيء بزاف دابا ندقوا هاد الدنجال صراحه الدنجال ما عنديش معاه المره لهذا ما ناكلوش روز ولا دجاج ما عنديش معاه اوكي بقى لي الدجاج ما قدليش عليه وكليت جوج برقوقات وبقاو جوج بارك عليا ودابا غندوزو لهاد الكيكه او القهوة هادي صراحة اخوتي قهوة كحلة كنتماق عليها دابا غندوقو هاد الحلوة الكيكا واعرة بزاف ما عندي منكم باقي اخوتي اكون وصلنا لا فان ديال الفيديو جيسبر تكون عجباتكم ما تنساوش تكتبوا لي في الكومونتير شنو هي اكثر غوبا عجباتكم وشنو هي اكثر غوبا كان فيها اللون الكحل حاضر مزيان وما تنساوش ديروا جيم وتابوناو التحدي ديالنا نوصلوا الفيديو لاكثر من 1000 جيم قبل 24 ساعه تلقاو فيديو جديد ان شاء الله تهلاو